This program is brought to you by Paramount. Savor the flavor of the Middle East. اهلا فيكم في حلقه خاصه من برنامجكم امنيات تي في نظرا للاوضاع اللي عم تحدث في الشرق الاوسط حبينا نخصص فقره شباب نت لليوم لمناقشه الاوضاع في مصر التي قد تغير معالم الشرق الاوسط بنحب ننوه قبل ما نبلش حلقتنا انه هالحلقه عم تتسجل بتاريخ 1 شباط فبراير 2011 وعم تنبث مباشره على الانترنت على youstream.tv/omniat tv فبهالمناسبه بنحب نحيي لكل بنحب مشا... نحيي مشاهدينا على الانترنت وان شاء الله هلا بنتفاعل معكم من خلال الحلقه طبعا مثل ما بنعرف انه بدات الاحداث في تونس عندما قام الشاب محمد بو عزيزي بحرق نفسه بعد ما تعرض لإهانات من السلطات التونسية فبعد هاي الحادثة أدت إلى حركة شعبية ومظاهرات واعتصامات أودت بسقوط الرئيس المخلوع زين العابدين فهالموجة من الاعتصامات انتقلت إلى مصر واليوم تحديداً كان في مظاهرات مليونية في القاهرة في ميدان التحرير تطالب بتنحيه الرئيس مبارك وفي بعض المدن المصريه بتطالب حتى في محاكمته واعدامه. هالاحداث ادت الى ردود افعال عالميه ومظاهرات تضامنيه في عده دول منها كندا وتحديدا تورنتو واوتاوا. معنا اليوم في الاستديو لمناقشه ردود الافعال في مصر السيد شريف سبعاوي المرشح السابق للحزب الليبرالي في ميسساجا. والمهندس هي هشام مسعود احد المشاركين في مظاهرات تورنتو اهلا وسهلا فيكم اهلا بك طيب بنبدا معك سيد هشام خبرنا كيف كان شعورك وانت عم بتشاهد هالاحداث اللي عم بتصير في بلدك آه، في ش... طبعا في شعور بال... بالفخر وبال والاحساس بالانتماء الشديد ل... لبلدنا الام شعرت ان انا انا فعلا فخور ان انا من هذا البلد وان الشباب المصري ومصر لازم دايما بت... بت... وشعرت كمان الأهم من كده شعرت بالمفاجاه الجميله ان الشباب المصري واعي وقادر على انه يقف ويقود وي... ويعمل تغيير جذري في الحياه السياسيه مش بس في مصر بس في العالم ال... الشرق الاوسط نعم. كله ويمكن في العالم كله طب خلينا ننتقل لك سيد شريف، كيف عم تتابع هالاحداث؟ الحقيقة أنا بتابع الأحداث عن عن كثب طبعا يعني دقيقة بدقيقة زي ما بيقولوا يعني إحنا طبعا هنا في كندا بس إحنا قلوبنا في مصر يعني فإحنا أي أحداث بتحصل في مصر إحنا بنتابعها بشكل فيري يعني عن قرب يعني فطبعا يعني الأحداث دي كانت مفاجأة على عكس بعض التوقعات إن إن الشباب المصري ما هوش يعني آكتف وإن إن إحنا مش هنقدر نعمل حاجة و الشعور العام باليأس ان يعني مفيش اي امل في التغيير يعني نعم. ده طبعا كانت حاجه مفاجاه مفاجاه كويسه مفاجاه صار ان لسه في امل زي ما بيقولوا ودي حاجه كويسه جدا لان مهم جدا ان الناس لا تفقد الامل والشباب بالذات لا يفقد الامل لان اليأس وقله الحيله الشعور بقله الحيله ان انا مفيش في ايدي اي حاجه اعملها ده شعور سيء جدا نعم وبيقضي على تطلعات الشباب اعتقد ان اهم حاجه ان دايما يبقى في امل في بكره فلو الناس فقدت الامل في بكره دي حاجه صعبه جدا واعتقد ان يمكن الغضب الشديد اللي قامت بيه المظاهرات كان نابع من احساس ان ما فيش فايده وان لازم نعمل ركت. حاجه كبيره كبت او ياس او احساس بالظلم أه كلمه الرئيس مبارك اعطينا تعليقك ايش أه رئيس مبارك راجل متغطرس راجل متكبر راجل عنيد ما عندوش ما عندوش اي درايه او ما عندوش احساس باحاسيس الشعب المصري اللي هو موجود في الارض اللي بينام في الشارع وبينام في البرد عشان خاطر هو يخرج منه لا ما عندوش اي احساس بهذا الشعب طيب خليني انت لك سيد شريف انت كيف يعني شو رايك بالكلمه يعني هو بيحكي انه هو غ... مش طالب سلطه هعتبر ان الجزء الاولاني صحيح عمل كتير للبلد بس خلينا عدد لنا يعني. انجازاته النقطة المهمة هي اعتقد انه كان الخطاب عموما كان مخيب للامال او يعني رسالة المفروض انها وصلت از يعني زي ما هو قال في الخطاب الاولاني الرسالة وصلت اعتقد انها جاء مخ... الخطاب الثاني مخيب للامال نعم. ده اقل حاجة اقدر اقولها انما بالنسبة للجنرالي يعني اعتقد ان هو كان في فرصة ان الموقف ما يوصلش لهذه الدرجة أه قبل اليوم 25 يناير بإجراءات بسيطة جدا كان ممكن أه يمتص هذا الغضب بتاع الشعب عندنا مجلس شعب أه الله أعلم مين المظبوط ومين اللي مش مظبوط في الأعضاء بتوعه عندنا وزراء أه اتخذوا قرارات كتير خاطئة وما هيش متصلة مع سياق الحياة اليومية للشعب المصري عندنا ناس لهم في سواء في مجلس الشعب او في مجلس الشورى او في الوزاره سنوات طويله كان اوان ان هم يتغيروا كان ممكن بمنتهى البساطه بشويه اجراءات بسيطه او حتى مبادره ان هو يقول للناس ان انا دي اخر فتره بالنسبه لي وعلى سبتمبر الجاي انا مش هرشح نفسي يعني ثلاث اربع اجراءات كان ممكن بمنتهى البساطه يعمل. تمتص غضب الشعب الثائر ده وما كانتش المواضيع وصلت للدرجه دي. وبعد الخطاب الاولاني الناس بعض الناس وانا منهم يعني طبعا توسمت خيرا ان ممكن يكون آه دي فتره انتقاليه النائب هيمسك الفتره الست شهور دول لحد ما عاد الانتخابات ويبقى في في خلال الفتره دي ترتيب البيت من الداخل وانتخابات ديمقراطيه حل مجلس الشعب. يعني اعتقد ان كان في اجراءات كتير كان ممكن تكون احسن بكتير من 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 الخطاب اللي احنا سمعناه نعم خلينا بس رح ننتقل لفاصل اعلاني هلا وبعدها بنرجع بنكمل من وبنحكي عن ردود الافعال العربيه لا تجنب هذا التغيير مشاهدينا فاصل اعلاني وبنرجع لكم <applause>